بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الـ AI and Machine Learning. نكمل مع بعض في المحاضرة التانية من الرياضيات والإحصاء، المحاضرة الأخيرة يعني إن شاء الله. طب احنا خدنا ضرب المصفوفات و نضرب مصفوفات كسكيلر أو كدوت مالتيبليكيشن والترانسبوز والكلام ده كله. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن هنتكلم في الفيديو ده عن اللينير ايكويشن وعن اللوغاريتمات، ودول اخر حاجتين معانا ان شاء الله يعني. طيب، في اللينير ايكويشن او في المعادله الخطيه، انا عندي السيستم ده او النظام ده، اسمه النظام الاحداثي، نظام الاحداثي بال سي اهي، الاح ده في اهي كده، النظام الاحداثي. تمام، دي ث ماشي، مش س. النظام الاحداثي هو بيبقى عباره عن نظام كده، عندي محورين، محور اكس اللي هو ده اللي هو بالشكل الافقي ده، وعندي محور واي اللي هو بالشكل العمودي ده. النظام ده بقدر احدد عليه مكان نقطه معينه عن طريق المحورين دول. يعني مثلا لو عندي نقطه هنا في المكان ده، بقدر اوصف النقطه دي بمكانها، يعني بقدر اقول النقطه ديت الاكس بتاعها بيساوي كذا والواي بتاعتها بتساوي كذا. طب الاكس بتاعها بتساوي كذا، ده عن طريق ان هي واقفه قصاد انه رقم في الاكس. ادي محور اكس اهو، ودي محور واي، سواء كده او كده، دي كده اكس برضه، دي كده كلها، ودي كده كلها ايه، واي. طيب انا عندي هنا النقطه دي عايز اوصف مكانها، فباجي اعمل قوس كده، مربع قوسين كده، واكتب له اول حاجه مكانها في تبع الاكس فين، او هي واقفه قصاد انه رقم في الاكس. هي واقفه قصاد رقم 3 في الاكس، فالاكس بتاعتها بتساوي 3. طب هي واقفه قصاد انه رقم في الواي، اهي في الواي من هنا واقفه قصاد رقم 3. اذا فما هاجي هوصف النقطه دي هتبقى واقفه عند اكس 3 واي 3، يعني هنا. او ممكن اديك مثلا مكان لنقطه وانت تعينها، يعني اقول لك نقطه مثلا واقفه عند واحد اكس و 2 واي. لما نيجي تعينها هنيجي عند اكس هنا اهو، محور اكس، تمام، ادي كده واحد، واطلع فوق عند واي 2 قصاد القيمه بتاعت الواي اللي هي الاتنين، فدي كده النقطه اللي هي دي. تمام، هو ده النظام الاحداثي، ان هو نظام محورين اكس وواي، وتبقى عليه نقط وانا بحدد مكانها، او انا بكتب النقط بناء على المكان. طيب زي كده مثلا، ادي النقطه ديت واقفه عند اكس سالب 3، واقفة عند واي عند 2، فحاجة على اكس كده واقفة قصاد سالب 3، واقفة عند 2 قصاد واي. طبعا كلنا عدينا على النظام ده في المدرسة يعني، في الدراسة. طيب عايزين نعرف ايه هو الخط المستقيم. الخط المستقيم هو الخط اللي بيجمع لي بين نقطتين، او اللي بقى طالع موصل بين نقطتين او اكتر من نقطتين، تمام، ويكون الخط في شكل مستقيم، في شكل موحد كده زي كده، ما فيهوش اي انحرافات. هو ده الخط المستقيم. ممكن يبقى بين نقطتين، ممكن يبقى بين اكتر من نقطه او اكتر من نقطتين، شبه احنا شايفين كده في الشكل ده. طيب احنا يهمنا معادله معينه، ماشي، تعالوا كده نبص على المثال ده. المثال ده بيطلب مني انا، هو مديني اماكن نقط وعايز انا ارسمها على الشكل واوصل ما بينهم علشان النقط دي هتديني شكل مستقيم في الاخر. فهنا بيقول لي اكس بتساوي صفر اهو هنا، والواي بتساوي سالب واحد يعني هنا. طيب بقى تاني نقطة، اتنين اكس باتنين والواي بصفر يعني هنا. تالت نقطة اربعة اهي هنا، وبيقول لي اطلع عند واي بسالب، عند اطلع عند واي بواحد. النقطة الأخيرة بيقول لي سالب اتنين يعني هنا عند اكس، وهنا دي سالب اتنين عند الواي اهي. الاربع نقط دول لو انا جيت وصلت ما بينهم كده المفروض ان هي تديني شكل خط مستقيم. هي فعلا شكل خط مستقيم، ولكن انا عشان برسم بالماوس يعني، فطبعا مش هتطلع مسطره يعني، مش هتطلع مرسومه مظبوطه، ولكن النقط ديت بتمثل لي فعلا خط مستقيم. طيب انا مش محتاج من المعادله بتاعت السيستم ده غير معادله واحده بس، معادله اسمها المعادله الخطيه او اللينير ايكويشن. في المعادله ديت انا بيبقى معايا قيمه اكس، تمام، بيبقى معايا قيمه اكس، والمطلوب مني ان انا اجيب قيمة واي. يعني هو مثلا بيقول لي اكس بواحد،
وبيديني كده شوية معاملات وشوية عناصر تانية بتساعدني ان انا اجيب قيمة واي، زي حاجة اسمها الام، والام دي اسمها السلوب او الجريدينت، او بنسميها السلوب او معدل الميلان. يعني شايفين النقطة دي؟ شايفين النقطة دي؟ في ميلان كده ما بينهم، يعني هو خط مستقيم بس مايل اهو. الام ديت او السلوب ده هو المقصود بيه الميل ده، زاوية الميل قد ايه، هو ده الام. والاكس طبعا اللي هو اللي هيديها لي اللي هي قيمة محور الاكس. والسي او اللي اسمها الواي انترسبت، واللي هي المقصود بيها الخط المستقيم بتاعي ده خبط في نقطة واي، خبط في محور واي في انهي نقطة، خبط في محور واي في انهي نقطة. ادي محور واي اهو، تمام، وادي الخط المستقيم بتاعي. الخط المستقيم بتاعي يا ترى خبط في محور واي فين او في انهي نقطة؟ خبط فيه في النقطة دي اللي هي في سالب واحد. اذا فالسي عندي هنا سالب واحد، تمام، هي دي السي. والام هو معدل الانحراف او معدل الميل بين في الخط ده. هنا مديني اهو، مديني قيم اكس، ومديني الام، ومديني السي، وعايز ان انا اجيب له الواي بتاعته. طب تعالوا نحسبها احنا كده باستخدام المعادله. المعادله دي بتقول لي هضرب الام في الاكس واجمع عليهم السي. فاول حاجه عندي الاكس بسالب واحد. طيب اكس بسالب واحد، الاول المعادله بتقول لي ام اللي هي بكام؟ باتنين. فهقول له اتنين في، هو ما فيش علامة ضرب، بس هو ما دام ما فيش علامة ضرب فهو المقصود بيها اللي هي الدوت او الضرب يعني. فاتنين في اكس اللي هي سالب واحد، تمام، زائد اجمع عليهم السي اللي هي عندي بي واحد. لما هاجي اعملها هضرب اتنين في سالب واحد واجمع عليهم اقول له زائد واحد، هطلع لي بي سالب واحد. يبقى هنا الاكس ديت او قيمة الاكس بسالب واحد، قيمة الواي بتاعتها هتساوي سالب واحد هي كمان. طب بعد كده عندي قيمة اكس بصفر، تبقى نفس المعادلة ولكن الاكس هتبقى بصفر، وهجمع عليها برضو واحد. يعني المعادلة ثابتة زي ما هي، اللي هيتغير بس قيمة اكس اللي هي دي، هجمع عليها سالب واحد. طيب هقول له اتنين في صفر صفر، هجمع عليهم واحد تطلع بواحد. طيب عندي بعد كده الاكس بواحد، نفس المعادلة بالظبط، تمام، ولكن الاكس هتكون بواحد، هجمع عليه واحد هتطلع بيه. هقول له اتنين في واحد زائد واحد، فالنتيجة هتكون تلاتة. اخر عنصر عندنا اللي هو اتنين، او اخر قيمة الاكس اللي هي باتنين، فهتبقى اتنين في اتنين اللي هي قيمة الاكس زائد واحد. اتنين في اتنين باربعة زائد واحد هتساوي خمسة. طيب انا كده جبت قيمة الاكس، هو مدينا قيمة الاكس، وانا عن طريق الام والسي والاكس جبت قيمة واي. لما نيجي نرسمهم دول المفروض ان هم هيدوني شكل خط مستقيم. تعالى كده نرسمهم، عندي الاكس بسالب واحد والام بسالب واحد، الاكس سالب واحد اهي والام بسالب واحد اهي. طيب الاكس بصفر، تمام، والواي بي واحد يعني هنا. طيب بعد كده عندي الاكس بواحد والواي بي تلاتة، هطلع هنا قصاد رقم تلاتة. بعد كده عندي الاكس باتنين اهي وواي بي خمسة. لو جيت وصلت النقط دي كده ببعض المفروض ان هي تديني كده ايه، خط مستقيم. يعني فعلا خط مستقيم، او الاربع نقط دول على استقامه واحده، ولكن طبعا انا عشان برسم بالماوس يعني. هو ده نظام الاحداثي او اللينير، او المعادله الخطيه اللينير ايكويشن. اللينير ايكويشن دي هنشوفها ان شاء الله تاني برضو، في بالذات يعني في المعادله بتاعت المعادله بتاعت الريجريشن. لما نوصلها ان شاء الله هنشوفها ان احنا بنستخدمها نفس المعادله بالظبط اللي فاتت دي، ولكن بس بنغير اسامي حاجات، ولكن نفس المعادله هي هي، ما فيهاش اي اختلاف. طيب الموضوع اللي عندنا بعد كده هو اللوغاريتمات او اللوغاريتمز. اللوغاريتم او اللوغاريتمات هو المقصود ان انا هي عمل ممكن عليها ان هي عمليه عكسيه للاس، تمام، يعني هي عمليه عكسيه. هو انا مش بجيب رقم وارفعه الباور رقم او بقول له اس رقم،
اللوغاريتم بقى هي مع... انا بفك الرقم ده وبقول له انت كنت كنت اصلك اس كام، تمام؟ طيب لوج هنا المقصود بيها اللوغاريتم، ان هو عايز يعمل عملية لوغاريتم او عملية لوغاريتم، تمام؟ وبيبقى جنبيها رقم صغير كده اسمه البيس، وبعديها هنا ايه الرقم او الرقم اللي هو اللي بيساعده او النمبر او الاتريبيوت، تمام؟ فهنا بيقول لي اللوج بيز 2 8، يعني عايز يعرف الاتنين ديت اتضربت في نفسها كام مرة، ضربتها في نفسها كام مرة علشان تديني 2. انا لو ضربت الاتنين في نفسها 3 مرات هتديني 8، اذا فاللوجاريتم بتاعها 3. ليه؟ عشان هضرب 2 في 2 في 2، ضربت الاتنين في نفسها كام مرة؟ 3 مرات، عشان تديني كام؟ 8. اذا فالحل هو انا ضربتها في نفسها كام مرة، ضربت الرقم ده في نفسه كام مرة علشان يديني القيمة دي، ضربته 3 مرات، تمام؟ هو ده اللوجاريتم. يعني انا بيقول لي اللوج 5، يعني ضربت 5 في نفسها كام مرة علشان تديني 125؟ 3. ليه؟ لان 5 في 5 في 25 في 5 كمان، اللي كده 3 خمسات يبقى كده 125، تمام؟ هو ده اللوجاريتم بكل بساطة. طب احيانا بيديني لوج كده اهو، يقول لي لوج من غير بيز، من غير ما يديني الرقم مثلا شبه 5 ولا 3 ده، تمام؟ دي معناها او دي بقى الديفولت بتاعها ب10، معناها ان هو لوغاريتم 10، تمام؟ واللوغاريتم مثلا يقول لي، يعني مثلا يقول لي لوج مثلا 100، دي المقصود بيها ان هو لوج البيز بتاعها 10 ولكن ما بيتكتبش، لما بتبقى لوج 10 بنكتب لوج بس، تمام؟ لوج ال 100 يعني المقصود ان هضرب ال 10 في نفسها كام مره عشان تديني 100؟ مرتين، هضرب 10 في 10 تديني 100، اذا فدي هتبقى ب 2. هو دي اللوغاريتمات بكل بساطة، يعني طبعا دي 2 بس، انا ايه هي كده، تمام؟ هي دي اللوغاريتمات بكل بساطة. اتمنى يكون الدرس مفهوم وبسيط وما تكونش قابلتكم اي مشكلة. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي واللي هنبدأ فيه برمجة.